احنا الدواء والداء. السلام عليكم ورحمة الله، حلقة جديدة وآخر حلقات الشهر الجليل الكريم. كل عام وأنتم بخير، كل عام وكل المحبين وحتى اللي غير محبين كل سنة وأنتم طيبين. عايز أقول لكم حاجة دايما بقولها لكم في كل آخر شهر، يا رب ما يكون آخر رمضان علينا وعليكم ولقائنا بيكم، وبس في شوية حاجات حابة أنوه عليها. أولا سامحوني إذا أخطأت، سامحوني، كل الناس بتخطئ، لكن طول الوقت إحنا بنحاول إن إحنا نكون عند حسن ظنكم. ثانيا، اللي فاز هو كسبان، لكن اللي خسر هو كسبان أكتر، كسبان قراءة القرآن الكريم. سعيدة إن في مسيحي فاز في برنامج ديني قرآني، في منتهى السعادة. هي دي المحبة. كان زميلي العزيز ماجد ماهر بنتكلم أنا وهو قبل الهوى، وقال لي أجمل ما في الموضوع المحبة، إن إحنا نكون محبين لبعض، لأن اللي بيحب هو بيظهر على وجهه، واللي بيكره هو اللي تعبان. وله ما له بقى، هو حر. إحنا قلنا له إنه ما يبطل يكره، لكن هو حر في اللي هو فيه. ثانيا، إن أسرة برنامجي بتتعب بشكل غير عادي، الاعداد اللي انتم مش شايفينه خالص، لكن بالفعل بيقوم بمجهود كبير جدا. ايمان ابو العينين، امال اسماعيل، منال صفوت، كل الشكر والتقدير على مجهودكم معايا. شكر الكامل للي ماسكه صفحتنا على الفيسبوك، دكتوره نوره انس، بالفعل بتعمل مجهود غير عادي في الرد على كل رساله، وبتبعت لي كل رساله فيها اي لوم او عتاب. وانا ما بقولش انه في مشاكل، لكن في لوم، لوم المحبين، ازاي احنا نلوم بعض وعتاب المحبين. وانا موافقه على اي عتاب على شرط ان انتوا تكونوا مسامحينا. احنا بنبذل كل الجهد ولا نبتغي اي حاجه، لا شكر ولا الا من الله. البرنامج كله بالمجان، لا نتقاضى عنه اي اجر، لا الاعداد ولا التقديم ولا الاخراج ولا المونتاج. عمر البارودي بيسجل تقريبا 90% من الحلقات، وهو اللي بيمنتجها، وجزاه الله عنا كل الخير. زميلي الغالي ابراهيم زايد الحقيقه منتظم ملتزم، عنده شغف بهذا البرنامج بعد ان فقدنا الشغف في حاجات كثيره، الا ان هذا البرنامج يجمعنا. زملائي مديرين التصوير على راسهم طبعا زميل وعشرة العمر ماهر سعيد، نادر طلعت، ماجد ماهر، كل الحب والتقدير ليكم. بتبقوا حريصين على ان انتوا تكونوا موجودين وقت الافطار، وده بيبقى صعب، انا تعودت عليه. يعني انا بفطر كل رمضان بره بيتنا 30 يوم، لكن في ناس مش هي دي سمة حياتهم، فبيبقى الموضوع مش صعب، صعيب ووعر كمان. في البيت بيبقوا زعلانين قوي، لكن انا بقول لهم اللي بيتاجر مع الله صدقوني بيكسب بشكل كبير جدا، على الاقل بيكسب راحة نفسية. واحنا في هذا البرنامج تجارة ان شاء الله نحسبها رابحة مع الله. مش عارفة طبعا اشكر زميل وعشرة عمري اللي بقى مش عارفه اقول لكم عنه ايه، محمد الوصيف. محمد الوصيف مش زميل عادي، هو اخ وصديق حريص على انه يعمل كل التفاصيل الدقيقه في هذا البرنامج، يكتب الاسماء وياخد البطايق، وعلشان نبقى عندنا صفاء نفسي ان كل جنيه راح لمستحقيه بشكل غير عادي. زملائي في استوديو الهوا مش عارفة اشكر مين ولا مين، لان هم بقى اللي بيتغيروا علينا، هم مخرجين التنفيذ، سعاد محمود، سناء، صديق كان شريك في اكثر من حلقات كثيرة جدا، وتحديدا لما بيحصل عندنا ضم ما بنبقاش عارفين احنا طالعين ولا مش طالعين، فاحنا مستمرين الى ما بعد الافطار. انا بوجه لهم كل التحية، وعلى رأس هذه المنظومة كلها كل حبي وتقديري لزميلي الغالي رئيس القناة الخامسة إلى الآن القائم بالأعمال، طبعا محمد أبو سعدة، ولكن زميلي وعشرة عمري أحمد كحيلة. لو أحمد كحيلو لولاه ما كان البرنامج ظهر. كل سنة
يقول لي انا قدمت امل في لجنه البرامج، اقول له تعبت يا كحيلو، يقول لي ابدا انت زي الفل وهيبقى البرنامج احلى واحلى، اقول له طب خلاص بقى نشوف حاجه تانية، يقول لي الناس بتستناكي. يا ترى ما زالت الناس تنتظرني؟ اتمنى ذلك، واتمنى ما اكونش ضيفه تقيله ابدا عليكم، واتمنى يوم ما تكونوش تحبين تشوفوني اكون رحلت عن الدنيا، لان حب الناس هو مكسبي، لان عطائي لكم هو حبي الشديد لكل شيء في حياتي. اذا كنتش ابقى عند حسن ظنكم سامحوني سامحوني سامحوني. النهارده اخر اخر ايام رمضان واخر ليالي العتق من النار، مش ممكن يعني ايه اقول ايه. حتى الناس اللي بتقعد تتكلم اللهم اعطيتكم عرضي ليوم عرضي ليوم عرضي، فانا مسامحاكم جميعا وارجو ان تسامحوني واكون عند حسن ظن الجميع. اني احبكم في الله. يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قيمة الرضا في حياتنا من أجمل القيم. قال العارفون بالله عن الرضا هو باب الله الأعظم، يعني اللي يدخل لربنا من باب الرضا يبقى داخل لربنا من أعظم باب. رضي الله عنهم ورضوا عنه، بالمناسبة وردت في القرآن في مواضع أربعة، فالموضع الأخير منها رضي الله عنهم ورضوا عنه. رمضان خلاص، احنا في آخر رمضان، سؤال بنسأله لنفسنا، هل يا ترى ربنا راضي عني ولا لا؟ هل ربنا راضي عن صيامي فقبله، عن قيامي فقبله، عن زكاتي فقبلها، عن كل عملي هل راضي عني أو لم يرضى عني؟ سؤال كلنا محتارين، بس هل تتخيل ان الاجابة في ايدك، ان انت اللي هتجاوب على السؤال ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم سئل من الصحابة يا رسول الله وربنا راضي عننا ولا لا، فالنبي جاوبهم صلى الله عليه وسلم قال لهم الرضا لمن يرضى، اللي راضي عن ربنا ربنا راضي عنه، اللي مش بيشتكي ربنا راضي عنه. هو ابليس قال ايه عن الناس اللي اتبعته؟ ابليس قال لأخودن لهم صراطك المستقيم، أظن ما فيش صراط مستقيم أكتر من رمضان، ثم لآتينهم من بين أيديهم، إيه اللي بين إيديك؟ دنيتك. وعن أيمانهم، إيه اللي عن يمينك؟ كل أعمال الخير. طيب، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم، إيه اللي من خلفك؟ الموت، الآخرة. طيب، وعن أيمانهم أعمال الخير اللي أنت بتعملها، وعن شمائلهم أعمال الشر، أعاذنا الله من الشر وغفر لنا ما كان منا. طيب، علامة بقى اللي إبليس جاله قدامه وراه ويمين وشماله وأثر في إيه؟ اسمع أهي، ولا تجد أكثرهم شاكرين. قول له عامل إيه؟ قول لك عايش. على فكرة ربنا ما خلقناش لا، ولازم يتمهد قبل ما يقول لك عايش، ربنا ما خلقناش عشان نعيش. ربنا على فكرة قال إيه؟ قال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة. هيعيش، بس هيعيش عيشة ضنك، هيعيش يشتكي من ولاده ومن زوجته ومن والده ومن والدته ومن اخواته ومن العيشة ومن اللي عايشينها. لكن الانسان الصالح اسمع ربنا قال ايه، قال فلنحيينه حياة طيبة. ايه بقى الحياة الطيبة؟ اسمع يا سيدي، ان انت اصبحت امنا في سربك، نعمة الامن. كلنا عملنا ابواب حديد ايام الثورة، لكن النهارده فتحناها تاني، ولو ينفع نشيلها ونبيعها نشيلها ونبيعها، خلاص رجع الامن، الحمد لله على نعمه الامن. وقال ادخلوا مصر ان شاء الله امنين.
إن أنت أصبحت آمنا في سربك، اسمع، معافا في بدنك، الحمد لله على العافية، عندك قوت يومك، مش لازم يبقى عندك شوالين سكر في البيت، كيلو سكر واحد كفاية، عندك قوت يومك، فعلى الدنيا العفاء، نعمة الرضا. لو أنت راضي يبقى ربنا راضي، ولو أنت مش راضي يبقى ربنا مش راضي. يا ابن آدم، إن أنت رضيت بما قسم لك أرحت قلبك وبدنك. ليه أرحت بدنك؟ هتنام، هتحط جنبك تنام، وكنت عندي محمودة. وإن لم ترضى أتعبت قلبك وبدنك، ولا أسلطن عليك الدنيا تركض فيها كركض الوحوش في البرية، ولا ينالك منها إلا ما قسم لك، وكنت عندي مذمومة. رضي الله عنهم ورضوا عنه. اللهم ارزقنا الرضا في الدنيا وفي الآخرة، ولسوف يعطيك ربك وترضى. وختاما، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونلقاكم إن شاء الله إن كان في أعمالنا بقية في رمضان القادم على خير إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. الرضا، الرضا لمن يرضى. الحمد لله يا رب راضين وشاكرين وحمدين فضلك ونعمك ويعني وزيادة كمان. احنا لا نستحق ولا نعبدك حق عبادة بقدر ما تعطينا. ناخد اول اتصال، وزي ما قلت لكم ان دي اخر حلقة، فان شاء الله اللي هيفوزوا هيجوا على الهواء مباشرة يتسلموا الجائزة اليوم بعد الهواء بعد الافطار مباشرة. ايوه، عليكم السلام ورحمة الله. اسم حضرتك؟ اسم حضرتك؟ فتحي أحمد فتحي خليل. الاسم ايه؟ فتحي أحمد فتحي خليل. شكرا. اسم السورة ورقم الآية أستاذ فتحي؟ سورة البينة الآية رقم 8. شكرا لحضرتك. الرضا دائما ما نؤكد على ان الرضا ده شيء مهم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. ايوه، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اسم السوره رقم الايه؟ سوره البينه ايه 8. شكرا لاتصالك. اسم حضرتك ايه؟ 8. ايوه، ناهد انور. ناهد عبد الغني محمد. ناهد انور عبد الغني محمد. شكرا. اسمي ناهد عبد الغني محمد. ناهد والدتك. حاضر ان شاء الله يا رب تكسب عشان حاضر. شكرا. ناخد اتصال تاني. السلام عليكم. السلام عليكم. الو الو. طبعا احنا النهاردة جايزتين فقط، وكل مطلوب اسم السورة ورقم الآية، والجايزتين هيجوا يتسلموهم اليوم بعد الافطار مباشرة مع زميل ياسر رشاد، وهيكونوا الجايزتين. ناخد الاتصال. الو الو. عليكم السلام ورحمة الله. سورة البينة الآية رقم 8 مكية. اسم حضرتك ايه؟ مارجريت نسيم وليد. شكرا لاتصال حضرتك. سعيدة على فكرة بكل الاخوة المسيحيين اللي بيتصلوا، لان انا ببقى في منتهى السعادة انهم عندهم امل انهم يكسبوا معانا، وان إن الله محبة فعلا. مسيحيين مسلمين مش فارقة خالص يا جماعة والله. ناخد هذا الاتصال. معلش احنا بقي لنا اتصال واحد هناخده حالا. واتمنى من كل الناس اللي بتتصل بينا تبقى عندها هذا اليقين في المحبة، اليقين ثابت في الله. خلي بالكو اللي خسران كسبان في هذا البرنامج، كسبان عطاء من الله، كسبان انه قرأ قراءات كثيرة جدا. يعني مش عارفة اقول ايه ولا ايه. الخسران كسبان في هذه الحلقات. بتمنى من الله انها تدوم تدوم تدوم. كل الشكر على من تبرع ولو جنيه لهذا
هذا البرنامج، وكل الشكر كمان لأحباء القلب اللي طول الوقت معانا ومتواصلين. أنا برجوكو هقول لكم دلوقتي، هاخد آخر اتصال وأقول لكم على الموضوع ده. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. اللي سلام مستيبة يا حبيبة قلبي. الله يسلمك. اسمك حضرتك إيه؟ سيلينا مايكل سعيد. سيلينا مايكل سعيد، اهلا وسهلا بيكي، كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه يا حبيبه قلبي، تسلميلي يا رب. اسم السوره بقى ورقم الايه. سوره البينه الايه رقم 8. شكرا لاتصال حضرتك. يا الله يا الله، كم انت راضي عني ان يكون هناك جميع الاطياف في هذا البرنامج، واخر اتصالين في هذه الحلقه يكونوا من الاخوه المسيحيين. يا رب لعلها تكون استجابه وساعه رضا منك يا ارحم الراحمين، ان تغفر لنا جميعا، ان تغفر لنا برحمتك وليس باعمالنا. عايزه اقول بقى للاحباء، لان ده كان اخر اتصال، الناس اللي طلعت معايا عمره وما كسبتش السنه دي، هل طيب انا وحشه؟ ابدا يا جماعه، والله هي مساله ارزاق ومساله نصيب، وربنا هو اللي بيجعل لنا النصيب في اشياء كثيره. الناس اللي فازت معايا سنوات طويله والسنه دي ما فازوش، طب ايه المشكله؟ ما هذه هي الأيام ودول بيننا، عادي جدا. ممكن تكونوش فزتوا معايا، لكن فزتوا بالجائزة الكبرى وهي القرآن الكريم. ناخد هذا الفاصل ونشوف مين اللي فاز. ناهد انور عبد الغني هي الفائزه في هذه الفقره، ونقول يا حنان يا منان يا ذا الجلال والاكرام. نشوف احباء القلب الجمال اللي بعتوا لنا، برجوكم بتوع الفيسبوك بالذات كلماتكم لاذعه، لكن بقول لكم اني احبكم في الله، وارجوكم تسامحونا انا والاعداد والاخراج والتصوير والدنيا كلها في هذه الحلقات، لان احنا بنشتغل في توقيت صعب قوي، توقيت صعب جدا، والبرنامج وقته قليل جدا، وعايزين نعمل فيه حاجات كتيره، عايزين نقول معلومه وقراءه قران كريم وجوائز وتسليم جوائز، فده كله في نص ساعة صعبة صعبة، صدقوني صعبة، بيتاخد عليها مجهود كبير جدا. غير الفيسبوك بقى، الفيسبوك والرد على الناس ومحبة الناس وكل حاجة جميلة. ناخد بقى ده، بسم الله الرحمن الرحيم. مؤمن جابر سعد، فاطمة علي، علي علي، نعمات محمود محمد، هدير كرم علي. هدير كرم علي هي الفائزة. بيقول لي الزميل ماجد ماهر ايه بقى كمل المسيحيين، هقول لكم ليه النهاردة، لانهم لم يكن يتوقعوا ابدا انه يجي مسيحي يتسلم جائزة في برنامج ديني، ديني اسلامي طبعا. هو ده حصل امبارح، وجات ماري واخذت الجائزه، فده شجعهم. دايما احنا عندنا الرهبه، دايما عندنا التابوهات اللي الناس حطاها لبعض، لكن الله محبه، بالفعل المحبه من عند الله، وعلينا ان احنا صدقوني الحياه ابسط بكثير من ان نتنمر ببعضنا البعض، الحياه ابسط بكثير من ان احنا نحقد. يعني الكلمه اللي قالتها لي الداعيه الاسلاميه الرائعه أمس على الهواء، قالت لي اللهم وكلتك أعطيتك عرضي، عرضي انهشوا قولوا اتكلموا اعملوا كلوا حقي ليوم عرضي عليك. ياه يعني أنا مسامحة كل الدنيا، كل الدنيا، عرضي مالي كل حاجة ليوم العرض عليك. ياه ما أجمل هذه الكلمات. يلا حبايبنا اللي هيفوزوا هيجوا يتسلموا الجائزة الآن ونشوف. ♪
ضمير وحب وقلبي كبير احنا الدواء والداء ومهما تلهينا الحياة او حد في غفلتها دور على الاقلاء وانا في حاجات كتير وضمير وحب وقلبي كبير احنا دواء والداء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آخر الحلقات وآخر اللقاءات أو في رمضان، لكن يا رب اجعلها عادة دائما نستمتع بها على الهواء ونسعد بأن نكون موجودين معكم في هذه الأيام. آخر الحلقات حبيبنا النهاردة جوم يتسلموا الجوائز، والاثنين اللي فازوا هيتفضلوا بالحضور لمبنى الإذاعة والتلفزيون بكرة، عفوا بعد الإفطار مباشرة. بكرة بقى كل أسرة البرنامج اجازة، فبرجوكم انتوا بعد الافطار الاثنين اللي فازوا يتفضلوا بالحضور. في حد مجاش النهاردة فهنحجب الجائزة الى ما بعد الفطار. بعد الفطار خلاص. كل سنة وانتوا طيبين. اسمك ايه؟ عمرو سامي. اهلا بيك يا عمرو. انت فايز فيسبوك ولا موبايل؟ لا موبايل. موبايل. كان عندك اصرار ولا هي جت كده؟ جت كده الصراحه. بسم الله ما شاء الله. بسنه كام ولا بتشتغل؟ لا اشتغل ان شاء الله. اهلا وسهلا بيك ابراهيم سعيد. اهلا بيك ابراهيم. انت تليفون وحماتي. حماتك هي اللي قالت لك ربنا يبارك لك فيها. ده لها بقى ربنا يبارك لها وتكون بر ببنتها معاها ان شاء الله باذن الله. اهلا وسهلا بيك. كان عندها اصرار غير عادي. عشان بنحاول بقالنا كتير. بقالنا مره واثنين وثلاثه. اهلا وسهلا بيك. اسمك ايه؟ محروس عوض. اهلا بيك. تليفون ولا موبايل؟ فيسبوك. اهلا وسهلا بيكم. كل سنه وانتم طيبين يا رب بعودة الايام. وسامحونا اذا كنا قصرنا. سامحونا اذا كنا قصرنا، لكن صدقوني بنجتهد. احنا بنحاول نجتهد. امكانياتنا قليله الى حد كبير، لكن حبنا ليكم بيدفعنا ان احنا نجري علشان نجي لكم. كل يوم بنقول ايه؟ لا مش هنكمل. الارهاق والتعب والصيام، لكن طول ما انت بتتاجر مع الله التجارة رابحة بإذن الله. تجارة رابحة في هذا البرنامج أن يكون لنا حظ أن احنا نسمع هذه الكلمات القرآنية وتفسير الشيخ الجليل العظيم اللي صاحبنا عبر سنوات طويلة الشيخ حسن عبد المحسن. الآيات البينات. برجوكم المسألة ما مسألتش قراءات، ما بقتش قراءات، بقت ان احنا نعمل بالقرآن. ناس كتير بتقولك انا خلصت القرآن 4 أو 5 مرات. طب ما هو العمل عبادة. اين انتم من اعمالكم؟ واين انتم من بركم للاخرين؟ واين انتم من صلة الرحم؟ واين انتم من ان تكونوا يعني عندكم كده حب وحنية؟ انا بقول لكل زوج النهاردة يلا بقى، حتى لو انت زعلان عايد على زوجتك الكلمة الطيبة تضيف جبال من الجليد. وبقول لكل زوجة نفرة كده ومش هستعمل شغل البيت وعايزة تحكي العيد وعايزة لبس العيد، صلى على النبي عليه الصلاة والسلام، وأزيد النبي صلى عليه أفضل الصلاة والسلام. صدقيني الدنيا رايحة بالله عليها، مش مستهلة. الجائزة الكبرى بتاعتنا هي صلاة العيد. أن نفرح، مش الناس تنكد على بعض في العيد وتقولي له مش هروح معاك لأمك وهو يقول لك مش هروحي معاك. لا لا لا، خلوها أبسط من كده يا جماعة. أمك هي أمه وأمه هي أمك، وعديها علشان الأيام الجاية تبقى أيام جميلة على الجميع. إذا صفت النفوس وصفت القلوب صدقوني الحياة تبقى أفضل، والصعب يبقى سهل. تحياتي، كل عام وأنتم بخير. اللي السنة مش عايزة أقول كام، ولكن بستمر معاكم وإن شاء الله استمر معاكم إذا كان في العمر بقية رمضان القادم إن شاء الله. بقول لجمهورنا الحبيب يا رب تكونوا راضين عني، وبقول لمشاهديني أنا في أجازة طول العيد، اسمحوا لي إن أنا أكون في أجازة على أن نعود ونلتقي بعد العيد إن شاء الله. كل عام وأنتم بخير. رمضان كريم.